مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في النشرة الرياضية من قناة الأجواء. بداية، يطمح المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم إلى اقتطاع تأشيرة العبور إلى الدور نصف نهائي لكأس العرب فيفا 2021 حينما يواجه نظيره المغربي هذا السبت بملعب الثمامة في الساعة 8 بالدوحة في دربي مغاربي يعد بالإثارة والتشويق، وسيواجه رفاق المدافع محمد أمين توغا المنتخب المغربي الحائز على آخر نسختين لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بقيادة المدرب المحنك حسين عموتة. ويتوقع المتتبعون مواجهة نارية بين محاربي الصحراء وسود الأطلس على الأراضي القطرية، لا سيما عقب الوجه الجيد الذي أبان عليه الفريقين خلال مباراة الدور الأول لكأس العرب فيفا 2021. الزميل قمجيس إذا لي يقربون أكثر من هذه المواجهة. قمة مغاربية ودربي مشتعل نهائي قبل الأوان يجمع بين منتخبين عربيين شقيقين، المنتخب الوطني المحلي الجزائري ونظيره المنتخب المغربي هذا السبت بملعب الثمامة العالمي بقطر. وستكون الأنظار موجهة لهذه المباراة الكبيرة والواعدة بالإثارة والندية بين المنتخبين في الدور الربع النهائي لكأس العرب قطر 2021، لأن أي خطأ سيكلف العودة إلى أرض الوطن، وسيسعى كل منتخب لإثبات جاهزيته وأحقيته في اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مربع الكبار لكأس العرب. وبالعودة إلى تاريخ مواجهة البلدين الشقيقين، التقى المنتخبين في 34 مناسبة منها 13 مباراة رسمية فاز بها المنتخب المغربي بسبعة مباريات، فيما فاز المنتخب الجزائري بخمسة مباريات وتعادل للفريقين في مقابلة واحدة، فيما لعب المنتخبين 15 مباراة ودية فاز فيها المنتخب الجزائري في ثلاثة مناسبات والمغرب بأربعة مناسبات، وانتهت ثمان مباريات على وقع التعادل. كما أحرز المنتخب المغربي أثقل فوز على المنتخب الجزائري بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الأخيرة داخل الديار من تصفيات كأس إفريقيا للأمم من عام 2012 في الرابع من جوان من عام 2011، بينما فاز المنتخب الوطني بأثقل نتيجة كانت بخمسة أهداف مقابل هدف، كان ذلك في الدار البيضاء بالمغرب من عام 1979 ضمن تصفيات الألعاب الأولمبية بموسكو من عام 1980. وبالعودة للمواجهة التي ستجمع المنتخبين والتي سيحتضنها ملعب الثمامة بقطر، سيدخل كل منتخب بحذر شديد نظرا لما تمتلكه المنتخبين من مواهب وعناصر قادرة على صنع الفارق في أي لحظة من عمر المباراة. كما يعتبر المنتخب المغربي أقوى منتخب في دورة كأس العرب بتسجيله لتسعة أهداف وفوزه بثلاثة مباريات على التوالي والحفاظ على نظافة شباكه بدون استقبال أي هدف لحد الآن في الدور، بينما المنتخب الجزائري فاز بمبارتين وتعادل أمام نظيره المصري بتسجيله لسبعة أهداف وتلقيه لهدف واحد من ركلة جزاء أمام الفراعنة. وعليه ستكون المباراة نهائية قبل الأوان، وبدأ العد التنازلي للمباراة والحكم النهائي سوف يكون فوق المستطيل الأخضر. فبالتوفيق لمحاربي الصحراء أمام أسود الأطلس، وتبقى الروح الرياضية بين المنتخبين والشعبين الشقيقين أغلى من أي شيء. كشفت الفيفا عن هوية الحكم الرئيسي الذي سيدير موقعة المنتخب الوطني المحلي أمام المغرب السبت، ويتعلق الأمر بالبرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، ويملك سامبايو خبرة كبيرة في إدارة المباريات الدولية بعدما نال الشارة الدولية في عام 2013، وهو من مواليد 25 ديسمبر 1981 في غوياس. كما تم اختياره كواحد من أفضل الحكام في البطولة البرازيلية لكرة القدم 2012، وسبق وأن اختير في 2018 كحكم فيديو مساعد في كأس العالم. وكان بيريرا قد أدار مباراة قطر مع عمان في كأس العرب، أين نال انتقادات كبيرة من قبل الإعلام العماني بعدما تسبب في خسارة عمان بثنائية مقابل واحد، كما هو معروف بتوجيه عدد كبير من الإنذارات الصفراء والحمراء في تاريخه التحكيمي. ارتقى نادي اتحاد بسكرة إلى صدارة ترتيب الدوري الجزائري إثر فوزه أمام ضيفه جمعية شلبي هدفين مقابل هدف،
أمس الجمعة ضمن الجولة السابعة من المسابقة، ويدين النادي البسكري بالفضل في هذا الفوز للاعبي هشام مختار الذي أمضى على ثنائية في الدقيقتين 65 و64، فيما وقع عرب محمد هدف الأولمبي الوحيد في الدقيقة 90. تغلب شبيبة الصور على ضيفه مولودية وهران بهدفين مقابل صفر يوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري الجزائري لكرة القدم. ورفع شبيبة الصور الذي يملك مباراتين مؤجلتين رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع الذي يحتله منصفة مع وفاق سطيف، فيما توقف رصيد مولودية وهران عند 5 نقاط في المركز 11. سجل عبد العزيز أيمن الحمري وأسامة بلطرش هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 55 و87. المقابلة ما كانت سهلة، كنت راني كيب راهي جايه لي حارس حوس غير باش تنطمي الشامبيون وتبدا غاية. الحمد لله حنا خممنا بخلونا تروبو هنا، ما خيبناش ربي وهذاك هو الصح. واحد راه يخدم ماتش ابري ماتش وراه يخدم في لونترينمون، بدا بيا انا تاني مثل ليكيب ناسيونال، هذه بلادي وهذه بلاد الشهداء، ان شاء الله كي تجيني الفرصه نبروف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ظن مباركات صعبه، كنا نستناو الصعوبات تاعها، خاصه هنا في شبيبه الصوره جميع الفرق اللي جاو يلعبوا بلوك ديفونسيف، اهم انه ما تقلقناش، هذا هو المهم. نشكر اللاعبين اللي كانوا يامنوا في القدرات تاعهم دائما. ماتش تري ديفيسيل بور فو اجوردي فاس اون ايكيب بيان ان بلاس دو جي سبورتيف دو لا ساورا كي اورا بري لاسندون نوتامون سيكوند فيروز افيك لي دو بوت انسكري اجوردي اون سان لا فرستراسيون كو فو افي فو نافي با ريوسي ا تروفي سوليسيون بور فوتر ايكيب دان سيت بارتي فاس اون ايكيب كي ا دوميسيل ايت انتريتابل. وي دابور اون افي ديجا لا ديرنيير فرستراسيون c'est vraiment, ça joue bien au ballon, une bonne dynamique. Donc une équipe en pleine confiance, qui marque beaucoup de buts, contre une équipe qui est en plein doute. Encore, comme on dit, l'eau, on a la tête pratiquement sous l'eau. On a joué contre le Saura sur le rythme de jeu. Par contre, toute la première mi-temps, on a limité pas seulement les dégâts, mais on a maîtrisé aussi l'adversaire, il y a eu très peu d'occasions. On a eu par contre une occasion sur un deuxième ballon tout au début du match. On a pu ouvrir le score. Peut-être. تمكن شباب لوزداد من حسم المواجهة أمام فريق عمل الأربعاء بملعب بوفاريك بثنائية مقابل واحد من إمضاء المدافع بالخيط في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.
قبل أن يعدل فريق الأمل التعادل وسجل شباب الوزداد الهدف الثاني في الدقيقة 92 من إمضاء مرزوقي في سيناريو دراماتيكي، وصعد أبناء العقيبة في سلم الترتيب بعد تسجيل في مرمى أبناء مدينة الأربعاء في اللقاء الذي لعب ضمن مباراة الجولة 7 من منافسة الرابطة المحترفة. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي. شكرا لكرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.